اصطدام عربة بحاجز الأمان، حريق هائل، جثث متفحمة، ووزير النقل يستقيل. مثل هذا السيناريو ليس الأول في تاريخ سكة الحديد المصرية. فهل القطار المصري قاتل إلى هذه الدرجة؟ عام 2002 اندلعت النيران في قطار بين القاهرة والصعيد وامتدت في عرباته، أحرقت أكثر من 350 مواطناً حتى الموت قبيل احتفالات عيد الأضحى. قيل إن الخلل يكمن في استخدام اسطوانات غاز من قبل بعض الباعة، والمتهمون 11 موظفاً حكومياً برئوا جميعاً في وقت لاحق. عام 2006 تصادم قطاران شمال القاهرة، قتل 60 شخصاً على الأقل، وقيل إن السبب كان نقص الصيانة. كما قيل أيضاً إن موظفي القطارين لم يتبادلوا الإشارات المطلوبة. في 2008 اصطدم قطار بعدد من السيارات بالقرب من مدينة مرسى مطروح، وقتل أكثر من 40 شخصاً. الخلل قيل إنه عدم التزام إحدى المركبات بالتوقف عند حاجز مرور القطار. في 2012 اصطدم قطار بحافلة طلبة بين أسيوط والقاهرة، ولقي أكثر من 40 شخصاً مصرعهم. الخلل قيل إنه عدم إغلاق حاجز في موعد مرور القطار، وحكم بالسجن 10 سنوات على موظفين بتهمة الإهمال. في 2013 اصطدام قطار بمركبات غرب القاهرة ومقتل 27 شخصاً. مرة أخرى أرجع السبب إلى عدم إغلاق الحاجز أو إعطاء إشارة في موعد مرور القطار. والقائمة طويلة. إقالة أو استقالة وزراء النقل في مثل هذه الحالات سابقة تكررت كثيراً. الحصيلة الإطاحة بسبعة وزراء وعدد غير محدد من رؤساء هيئة السكك الحديدية. إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق مثلاً أقيل سابقاً بعد حادثة قطار الصعيد، لكنه أعيد إلى منصبه فيما بعد، وأقيل مجدداً في نفس السنة بعد حادثة قطار دهشور. الدعوات إلى إصلاح شامل لقطاع السكك الحديدية مستمرة منذ أكثر من عقد، والمسؤولية تتقاذفها الجهات الحكومية فيما بينها، ويحملها الموظفون المحليون أحيانا. السيسي يرفض إهدار الأموال على إصلاح السكك. لما مرفق عايز له أكثر من 100 مليار جنيه لرفع كفاءته، هندفعه منين؟ الدولة ما تقدرش تدفعه. أما الإعلام فيدلي بدلو مختلف بين عهد وآخر. حكومة قتلت الأطفال، حكومة بتقتل الأطفال وبتطالب الإعلام بهدنة. ووزير النقل الرجل المحترم تحمل مسؤوليته السياسية واستقال على الفور. نفس الأسلوب، كبش الفدا، ابحث عن كبش فدا يشيل القضية وخلاص. الحمد لله في كل الأحوال تراكمات حكومات 50 سنة التصحيح والتطوير إن شاء الله، ووفقا حتى لمنهج المساءلة والمحاسبة، قدم أكبر مسؤول في هذا القطاع وهو وزير النقل استقالته. في هذه المرة رواية الأطراف الخارجية والإرهاب لم تغب عن المشهد. تسكت الإيران، اجتمي في الكلاب، تسكت تركيا. فهل تكون هذه المحطة الأخيرة لقطار الموت في مصر؟